تعرفي شناهي الدومي فينال؟ كوب ان شاء الله، جيب فرنسا جيب الانجليز كلشي الرش، اللي جاي ترش. ديما مغرب خويا، ديما مغرب، ديما مغرب. السياحة دابا المغرب غتضرب في جوج، غتخلى للتاريخ. سير عاوتاني فوق شي دولة عربية ولا المغرب يوصل للدومي فينال. أجواء خيالية. وسفينة كاعبة يخليك الميمة ونزل ونزيري. بلد عربي وإفريقي دومي فينال. المغرب كيف غانيي، المغرب شامبيون دي موند. شو على الهضره، شو الراي، شو البلبل. فلان باختو الطوموبيل سرعه سرعه. اجواء خياليه. تعرفي شناهي الدومي فينال؟ دابا واخا نخسرو ضد فرنسا ولا الانجليز غنلعبو ماتش ديال المركز الثالث، إذا غنبقاو حتى 18 ديسمبر. با 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 عندنا واحد نسات القضية، كاين تحديد المركز الثالث ضروري خصنا نلعبوه، وان شاء الله ندوزو للفينال حنا ديريكت. علاش لا؟ راه زاهية زاهية. كاميو كاميو باش الجيوش اصاحبي. بلد عربي وافريقي دومي فينال. قلت لكم ديك النهار البرتغال سيدوني نضربوه. كريستيانو خرج تيبكي، واخا انا عزيز عليا ميسي ولكن بقى فيا كريستيانو لانه لاعب تاريخي تا هو. ان شاء الله يا اما المغرب يا اما الارجنتين. بالا بالبالا. شوف 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 امة عباد الله. شوف 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 اجواء خياليه. واحد تبوريشه اش الملك كتقول لها بنتي صار هذا. ديما مغرب خويا، ديما مغرب، ديما مغرب. اشنو؟ ها؟ واعره واعره هذا شي واعره. الله يعطيك الصحة. موبيلات عالميين. يا سلام يا رسول الله. بلال الزين سيدنا محمد الله معاك العلي. عيشوا فاش وين 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 ماشي مغربي وين وين ماشي مغربي وين. انا صيفط ليان ديال الفلوق ابخي على كوب دي موند، على كوب دي موند. شكي كيف غنلقاو راس المغرب كيف غانيي المغرب شامبيون دي موند. هاربه بزاف والله يجا بزاف وسخان سخان باختو سرده قول اخويا غتمشي سرده خويا فرحونا قبل الكاس ان شاء الله خويا العزيز الله يحفظك يا ريت قاتلوا كانوا رجال ان شاء الله الكاس فينا كوب ان شاء الله جيب فرنسا جيب النكليز كلشي نرش اللي جاي ترش ويلي والله ولد الدين جاي يا ولد حجاج خويا العزيز حطنا العالم وسفينتنا كايبه يخلي لك الميمه ونزيرك هو مسكين تلاقيتو هو هذا الرجل الزين غير براسه الله يحفظك الله يرا براسه مدينتي كاع قسما بالله الله يحفظك مبروك علينا خويا العزيز الله يحفظك فلاما شحال هذا فلاما حاره او عارف فلاما تشعلج في لي شونيير غنبي البدا بوم بوم با 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 واو تونسي كيبان والو تضرب الفوق اصح فرنسا بوليسي كشتا فرنسا بوليسي كشتا فرنسا هذا تاريخي فرحنا القاره ديال افريقيا كامله والمغرب العربي كامل والعرب كاملين اليوم تاريخي ما دخلنا للتاريخ دابا ساير عاوتاني فوق شي دولة عربية ولا المغرب يوصل للديمي فينال تقريبا راه امبوسيبل تاريخ تاريخ هنايا ديمي فينال غتبقى مع 4 الفراقي احسن اشهار للمغرب هو هذا السياحة دابا المغرب غتضرب في جوج هذا النتيجة اللي درنا ديمي فينال المنتخب ديالنا بين بان الروح هي كلشي في الكورة اللعابة كاع مبليسين وبنادم داخل معطوب وهادي لاعبين غير بستارتير واخا هكاك الديمي فينال الروح الروح الرجال مغاربه دمهم سخون بارك علينا يدينا كزو عرفتي راه والله الا كاينه شي زيرو دوغري وبنادم خارج الموج يديك ما كتبقاش تحس بهم ولكن واحد الاجواء كتعاش مره واحده في الحياه حنا من 2004 ما عشناش هاد الاجواء هادو 2004 كانوا اجواء تاريخيه والحمد لله كتاب لينا نعاودوا هاد الاجواء يا سلام صراحه الله فرحانين لواحد الدرجه ما تتخيلش وفرحنا معنا امه العالم العربي راه واحد 400 مليون نسمه وعزيز العالم الاسلامي وافريقيا قاره على قدها تفرح معاك اول واحد اول بلد في افريقيا كيدير هذا الانجاز يا سلام صراحه ما بقاوش عندي الكلمات الوصف ديال هذا الانجاز التاريخي نتمناو انها تعاود ونتمناو ان شاء الله نضربوا فرنسا في الفينال في الدومي فينال باش ندوزو للفينال ان شاء الله علاش لا واخا اللعابه ما كاينينش هذا هو المشكل دابا كاع اللعابه مبليسين هذا هو البروبليم الدومي فينال غادي يكون ضد فرنسا ان شاء الله يلا دابا الانجليز جاهم واحد البينالتي باش قالوها هاري كين ضربه طوعه انا لي ماتش ضد فرنسا غادي يكون تاريخي دوماج اللعابه مبليسين والله الا دوماج كنا نقدروا وان شاء الله حتى دابا نقدروا نديروا علاش لا هي غتكون صعيبه بلا ديفونس بزاف ديال لي ديفونسور ما كاينينش ولكن ديروا النيه كما خلا راس لافوكا ان شاء الله ان شاء الله راس لافوكا يفرحنا الماتش الجاي نوصلوا للفينال الفينال ترى كنا كنتمناو نتاهلوا لكاس افريقيا ولينا دابا تنهضروا في الدمي فينال وفينال والله الا بحال شي دابا المغرب العربي كامل والعرب والمغاربه بحال عايشين شي حلمه حتى واحد ما متيق اقسم بالله بحال كتحس براسك بحال كتحلم وشي واحد غيجي يفيقك يقول لك نوض ولدي نوض تلعب مع ناميبيا